استشهد والدي ب 2013، كان في تحبسته قدامها بالجامعة على أثر قصف الطيران. كان عمري 13 سنة وقتها. اشتغلت بالأسواق، اشتغلت أي كل كتير شغلات. و 2017 بترت إجري، ما بقى أحسن اشتغل أي شغلة. يعني هلأ بشتغل أنا محاسب لألبسي أوروبي مستعملة، بشتغل نحن بتجينا بضاعة من تركيا جملة ونحن بنبيع للمحلات. أثر قصف طيران أجت تغذية على إجري، التهبت، التهاب العظم، تشكل كتلة خبيثة سرطاني، اضطريت أعمل عملية البتر. تأثرت كتير أول شيء، يعني إنه ما بقى أحسن لعب، أنا هوايتي كرة قدم، ما بقى أحسن لعب كرة قدم، ما بقى أحسن أسبح، ما بقى أحسن أشتغل. واجهت صعوبة كتير كتير، بس بعدين الحمد لله مع الأيام، يعني واحد الحياة بدها تستمر. يعني واجهت صعوبة كتير كتير، يعني تيجي الطابة من حد إجري ما أحسن لحقها وما أحسن شوط باليسار، إنه إجري اليسار كان ضعيف كتير كتير. بس بعدين مع الأيام، مع شوي شوي تمارين وهيك، يعني الحمد لله رب العالمين صرت لاعب مهم بالفريق كتير. والحمد لله هلأ نحن بنمتلك مهارة، يعني اللاعب السليم ما بيمتلكها الحمد لله رب العالمين. ومستمرين بحياتنا وما في شيء بصعب علينا بإذن الله.